بتتكلم، خلي بالك اللي انت بتتكلم فيها نقطه كويسه، بس انت بتتكلم على قيمه مصريه، يعني هو في بلده. لا انا ما بتكلمش على كده، انا بكلم مهيب. لما تيجي تتكلم في النقطه دي مهيب، ولا تعرف تكلم هشام حنفي ولا مدحت عبد الله ولا اي حد، كلم المسؤولين. الراجل ده جاي امتى واستقباله ايه؟ اسمعني بس يا مهيب، بس الكلام ده ما فيهوش بقى كسوف، ده قيمه. اقول لك حاجه مهيب باختصار بقى باللغه بتاعتنا العامه كده، انا واحد من الناس يعني لما احب اتفرج نهائي اوروبا بشوف انهي مكان، وهشام عارف الكلام دوت، هو ممكن يعمل كده، بشوف انهي مكان حابب اقعد فيه عشان اتفرج على نهائي اوروبا. اتفرج على نهائي يعني بتحجز، صح كده؟ لا ده الراجل ده لعب ثلاثه نهائي، ثلاثه نهائي. لو المسؤولين مش مستوعبين ديت في استقباله، لا ده لعب ثلاثه نهائي اوروبا اللي احنا بنحلم. احرز انت فاهمني ازاي؟ لقب فيهم وهو اللي احرز الهدف. انت فاهمني ازاي؟ لعب ثلاثه نهائي اللي الناس باحترام للشعب المصري كله، كلنا تمام. محمد صلاح كيما بالنسبه لنا كنا بنفكر نحجز فين عشان نتفرج عليه.